لنكن واضحين بأن نعيم قاسم غير محبوب في البيئة الشيعية بداية، وهو ليس كشخصية السيد حسن نصر الله، فهو لا يتميز بالكاريزما ولا يتميز أصلا بالعلاقة الجيدة مع الشعبية ومع الأرضية لحزب الله. ولكن ندخل في صلب الموضوع، بعكس كثيرين رأى بعض الذين يتعاطون الشأن العام وهم مقربون من حزب الله بأن هذا التعيين أتى في جدية بالمفاوضات القطرية الإسرائيلية للوصول إلى حل بمعنى حقيقي بين حزب الله وإسرائيل، ووجود نعيم قاسم على رأس حزب الله اليوم يسهل عملية، فهو محروق في البيئة الشيعية ويمكن له أن يوقع على اتفاق ما في حال قرر حزب الله الموافقة على شروط الإسرائيلية بالانسحاب إلى ما وراء الليطاني وبتسليم البحر والجو إلى إسرائيل وبالرضوخ للشروط الأمريكية وانتشار الجيش في الجنوب. رفض الرئيس نبيه بري أن يوقع هو شخصيا أو يوافق هو شخصيا على هذا الأمر. كذلك لا تريد إيران أن تقول بالمباشر بأنها هي من أملت على حزب الله الموافقة. من هنا يأتي تعيين حزب الله لنعيم قاسم اليوم ليكون هو هذا الانتحاري، بمعنى أنه وضع كبش فداء، هكذا تقصد؟ نعم، لا 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 اقصد هذا 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 الموضوع ليس بعيدا عن 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 المتناول، لان اليوم تتحدث اليوم كل الاصداء بان هناك تطورا في المفاوضات. كذلك قال وزير المال الاسرائيلي منذ قليل باننا خلال اسابيع قد ننهي معارك الشمال. كذلك قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بان وهو يجتمع اليوم بعد قليل مع الحكومه ليدرس مباحثات المفاوضات مع لبنان. أتى هذا الاجتماع بعد تعيين نعيم قاسم. أنا لا أرد على ما يقول جالنت، فهو يرد إعلاميا، أما الحقيقة على الأرض فأن حزب الله وافق على الشروط الإسرائيلية ويبقى فقط أن يوقع، فهو لم يعد يمتلك إلا 20% من قدراته الصاروخية، وهو على الداخل اللبناني مأزوم والشتاء قادم وهناك صرخة في بيئة حزب الله على مستوى لبنان بأكمله.